أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي التوافق بين مصر والهند وعزمهما على الارتقاء بالعلاقات الثنائية للتعاون الاستراتيجي. وأكد الرئيس خلال مأدبة العشاء الرسمية بالقصر الجمهوري الهندي التي أقامتها رئيسة الهند أن مصر والهند من أقدم الحضارات وأكثرها عراقة وأصالة، مشيرا إلى أن زيارته الحالية إلى الهند تمثل فرصة مهمة لاستمرار التشاور وتبادل الرؤى، ليس فقط حول سبل الارتقاء بالتعاون على كافة الأصعدة، وإنما لتنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات التأثير المباشر على أمن البلدين القومي. كما أكد الرئيس السيسي على الاتفاق على تكثيف التنسيق والتعاون المشترك في الموضوعات السياسية والأمنية وتعظيم المصالح المتبادلة في قطاعات البنية التحتية والمجالات الاقتصادية والصناعية المختلفة. وفي ختام كلمته، وجه السيد الرئيس لرئيسة الهند الدعوة لزيارة مصر في المستقبل القريب لمواصلة جهود تعميق أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين.